يهيئون في انفسهم على خط التماس. فوزي غلام في تنفيذ هذه المخالفه، البحث عن مجيد بوكرا. فوزي غلام في تنفيذ هذه المخالفه يرفعها بالشكل اللازم في القائمه الاول بالراس. با 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 جول 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 بكل اللغات، هدف بالعربي، بيت بالفرنساوي، جولاتسو بالايطالي، علات بالتركي، دور بالالماني، ماكيسيو بالياباني، شينشاو بالصيني، إيلياي بالدرجة الجزائرية. إيلياي هدف أول في الدقيقة الخامسة، يا له من هدف، الحظ كان معنا، أين ضربت ومن سجلها وكيف دخلت؟ كيف دخلت هذه الكرة؟ القدر هو الذي أدخل هذه الكرة، الكرة ثابتة بالراس، بالراس، بالقدم، في الجسد، ضربت في الجميع ودخلت. أول أهداف المباراة، غلام ينفذ المخالفة، واو واو واو، الكرة بالراس أمام الجميع يا مجيد، من سجلها مجيد؟ لا فكاريكوني، نعم مجيد هو الذي لحقها. يا غلام يا مجيد، يا غلام يا مجيد، جاء الهدف وجاء الفرج، جاء الهدف وجاء الفرج. الآن في هذه اللحظات يا مجيد اضربها فيك فكاريكوني، هدف شرعي سيد الحكم، هدف شرعي شاهدتموه كلكم. واو يا غلام، واو واو يا غلام، واو. بوكرا لم يكن متسللا، جاء من بعيد، الكرة ضربت في صدرك في وجهك.